زكية نابلس في الضفة الغربية المحتلة أحد مشاريع لجنة الزكاة الخيرية في المدينة، تنشط بشكل أكبر خلال شهر رمضان المبارك وتقدم يوميا فيه ما يقارب 2000 وجبة للأسر المحتاجة بجهود المتطوعين فيها. يقصدها المتطوعون من مختلف الأنحاء ليقدموا واجبهم الإنساني، ويعملون بجد منذ ساعات الصباح الباكر وحتى العصر. نعم، هنا تكية نابلس التي تواصل عملها لإطعام الفقراء والمحتاجين في المدينة للعام السادس على التوالي. تكية نابلس الخيرية هي امتداد لما كان يطلق عليه سابقا موائد الرحمن في محافظة نابلس بأكملها. أنشئت هذه التكية لخدمة الفقراء والمحتاجين وأسر الأيتام لإمدادهم بالطعام المطبوخ أو الطعام الغير مطبوخ في عدة أيام من السنة بأكملها وفي كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. ليأتيها المحسنون ليقدموا تبرعاتهم العينية والمادية لتعم أوجها الخير وتتوزع داخل المدينة وخارجها بين القرى والمخيمات بما يصل لـ2000 وجبة يوميا خلال الشهر الفضيل. بلشت تكية نابلس فيها 1400 وجبة في شهر رمضان، الآن وصلت لحد 2200 وجبة والعدد طبعا قابل للازدياد. توزيع الطعام في محورين، المحور الأول أنه إحنا بنقوم بتوزيع الطعام على مناطق مثال زي المخيمات القرى، احنا بنعطي لجان الخدمات او بنعطي المجلس القروي في توزيع الطعام او الاشخاص اللي بيجوا على تكية نابلس وبنعطيهم. انا بوجه شكر لتكية ام علي اللي هي قامت في يوم كامل لاطعام المساكين والفقراء والايتام في محافظة نابلس. منذ بداية رمضان وتكية نابلس تقدم الاف الوجبات معلنة حربها على الفقر ومؤكدة على خير الشهر الفضيل الذي يعم الجميع في المدينة، فكانت المحصلة تعاون الجميع في تكية نابلس بأيديهم الممدودة للإحسان. كخلية نحل وعلى مدار الساعة يعمل أفراد تكية نابلس على إعداد أكثر من 2000 وجبة توزع على العائلات المستورة في المدينة. أنشئت منذ 6 سنوات فباتت التكية رمزا من رموز المدينة خلال الأيام العادية وأيضا خلال أيام الشهر الفضيل. من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة، رؤيا